الوحيده والسعيده في حياتها، خصوصا وانت عارفه ان ماما ست رقيقه قد ايه وانسانه قد ايه وظريفه قد ايه. عندك حق، كفايه انها عاشت على ذكرى المرحوم بابا 15 سنه بحالهم. زي تمام. ورفضت كل اللي تقدموا لها. زي تمام. مع انها في عز شبابها. زي تمام. ايوه كده، اضحكي اضحكي وخلي الدنيا تضحك معاكي، وارجعي بيتك وقابلي جوزك لما يرجع بابتسامتك الحلوه دي، وتاكدي انه هينسى كل شيء. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. العفو. يلا مع السلامه. بقول ايه؟ هي ماما مش جايه عندكم قريب؟ هي ايه الحكايه؟ ونساعد بعض في مصروف البيت. انا مش عايز اتعبك يا حبيبتي، غير كده كمان القرشين اللي هتقبضيهم هيريهم ما بين المواصلات تاكسيات وبوفير بتاع الشغل. وهو انا هشتغل شغلانه عاديه من دول؟ امال انت هتشتغل ايه؟ سيد صباح الخير. يا استاذ احمد،
خد محاميه من الساعه 7. يا ساتر استاذ احمد ده بيغلمني، تصور اتصل بيا وصحاني من النوم وقال لي حصلني على المحكمه فورا. انت واقف ما تخلص. خير يا سعد بيه؟ خير يعني ايه؟ قضيه النفق مش النهارده؟ ايوه يا سعد بيه، بس لسه الساعه 7:30. يعني عايز تعمل متاخر عشان يحصل ده ما حصل المره اللي فاتت؟ انا معاك حق يا سعد بيه، دي المطلقه دي خفيت ابيض، ما تعرفش يا ام الحميد. قول لي يا ابراهيم. ايوه يا سعد بيه. تقبل مراتك تشتغل رقاصه؟ هو انا لو قبلت حد يرضى يشغلها يا سعاده بيه؟ دي بقت من قدماء المصريين. افترض انها لسه شابه وصغيره، تقبل؟ على جثتي يا بيه. انما قول لي حضرتك بتسال ليه؟ لا اصل واحد صاحبي مراته عايزه تشتغل رقاصه. اسمح لي، ده راجل اذن. وعجيب الرجوله كمان. ما تلم السقا يا جدعان، تفل صاحبي ايه؟ ما تلم صاحبي. ما هو يا سعادة بيه ما في صوت محترم يقبل على نفسه كده ابدا. يعني هو كان نيل وافق؟ يا سعادة بيه مجرد انها تناقشه في موضوع زي ده يبقى زوج تافه، وكان لازم يسيح دمها ويجي لحضرتك عشان تترفع عنه. انت اللي بقى دلوقتي سعادة بيه. اتفضل يا جدعان اقعد بقى. تحت امر سعادتك. قول له ايه؟ أيوة. لو واحد متجوز من مدة قريبة وحب يطلق مراته، مش تبقى فضيحة قدام الناس؟ ده يتوقف يا سعادة البي على سبب الطلاق. إنما قول لي سعادتك بتسأل ليه؟ لا أصل عندي واحد صاحبي متجوز من قريب وغرض يطلق مراته. هما صحاب سعادتك جرالهم إيه يا سعادة البي؟ دول لا مؤاخذة عر قوي. أنت ما بتفهمش كده ليه؟ أنا عايز أعرف أنت مالك. ايوه يا سعادة البي، بس اجري تاني. حاضر يا سعادة. قول يا ابراهيم. 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 الساعة بقت 10 ولسه ما جاش. ما تتصوريش حضرتك وحشاني قد ايه. ميرسي يا استاذ عبد السلام. مالكوا يا جماعه؟ في ايه؟ نوال يا سيدي زعلانه مع احمد. برضه قلت لمامك؟ انا مش اترجيتك انك ما تجيبلهاش سيره وترحمي شبابها ورقتها وقلبها الحنين؟ اصل الحكايه اتنيلت خالص امبارح. ما انت اللي غلطانه يا نوال. يرضيك يا استاذ عبد السلام تقول لجوزها انها تشتغل رقاصه؟ ايه؟ رقاصه؟ رقاصه من ال ايوه. تصور انا كنت عايزه اساعده في مصروف البيت، ثم جارتنا دي ما هي رقاصه مالها، وكوثر جارتنا بتشتغل في كافيتيريا وعندها عربيه، وليه كل ما اكلمه كلمه والثانيه يزعق؟ اشمعنى يعني عنايات جارتنا هي صاحبه الراي والنهي في بيتها؟ اه انا دلوقتي فهمت بقى. فهمت ايه؟